بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. إحنا إن شاء الله النهاردة هنكمل محاضرات الكلينيكال ديرماتولوجي الأوسكي كيسز، وإحنا إن شاء الله النهاردة المحاضرة رقم 12. طبعا كل المحاضرات اللي فاتت هنلاقيها في البلاي ليست اللي هي الخاصة بالكلينيكال ديرماتولوجي أو الأوسكي تحديدا. هنبدأ نشوف أول حالة، وزي ما احنا متعودين هناخد هيستوري كويس واكزامينيشن، وبعد كده نوصل للتشخيص ونحاول نشوف بعض الأسئلة على الحالة، من خلالها نراجع الموضوع كله على بعض. أول حالة بتقول لنا إني 56 year old male mid patient، إلى حد ما elderly 56 سنة، جاي ب 6 months history، 6 شهور of asymptomatic، مفيش أي سيمتوم، مالتيبل بابيول ونوديول بلاك زي ما احنا شايفين كده، في نوديولار انفلتريشن وعملت بلاك، موجودة في الفيس الصورة، موجودة كمان في الباك، وموجودة في اللمس في الأطراف. لما نبص على الصورة نشوف النوديول والبلاك موجودة، نشوف إن في سيكنينج في الفور هيد زي ما احنا شايفين كده، إلى حد ما في لوس أوف هير موجود في الأي براوز إلى حد ما. ليجنز اتحولت بعد كده لانفلتريتد سيكنينج اند سكليروزس، يعني ابتدى يحصل سيكنينج في الجلد وسكليروزس، ودي معلومه مهمه ان البابيول والنوديول والبلاك بقت ديفيوز انفلتريشن للجلد، عملت سيكنينج في الجلد، عملت سكليروزس او تليف في الجلد كمان، ابتدى يحصل فيشال سويلينج زي ما شفنا كده، في فارو على الفورهيد والجلابيلا اللي هي الرينكلينج دي، او مجازا الليولاين فيشز، وفي بيتنج إديما، وهنا طبعا دي البابيولز اللي هي السكين كالر اللي موجودة على الترنك. أول سؤال بعد ما شفنا الهيستوري وشفنا الاكزامينيشن بتاع الحالة بيقول لنا based on the history and the examination what is your differential diagnosis. لو رجعنا تاني للصور احنا عندنا بابيول نوتيول بلاك انفلتريشن، 6 شهور سيكنينج، مجازا بيتوصف ليونين فيشز. احنا هنا هنفكر في الديفرنشال دايجنوز بتاع ليونين فيشز، او بمعنى ابسط الحاجات الانفلتراتيف ليجنز اللي ممكن تيجي في الفيس او الترنك وتعمل لنا الديفيوجن والانفلتريشن ده. طبعا اول حاجه نحطها في ذهننا الليبرومتاس ليبروسي، ليبرومتاس ليبروسي كاركترستيك بايلاترال وسيمتريكال، وكمان النوديول والبلاك دي واللوس اوف هير، ف يعني يمكن يكاد يكون هو ده الانطباع الأول اللي عندنا اللي جاب ذهننا. لسه ما فيش داتا تانية أو معلومات تانية تقول إن ده ليبروسي أو لأ. طيب طبعا ما نستبعدش الساركيدوزس كجريت إيميتيتور وك جرانيولوميتر ديزيز انفلتريشن في السكين. بعد كده الحاجات كلها اللي بتعمل انفلتريشن في السكين زي السيستميك أمايلودوزس، ليبويد بروتينوزس، وإن كان طبعا الليبويد بروتينوزس ده محتاج سن أصغر شوية، حالات الاسكليريديما ادلتورم والاسكليروديرما سيستميك اسكليروزيس وغيره، كل دي احتمالات موجوده يمكن بالترتيب كده زي ما احنا شفنا. طيب بعد كده اخذنا هيستوباثولوجي للحاله، وبيقول ان الهيستوباثولوجي اتعمل شريحه اتش اند اي كانت الى حد ما في ساتل فايندنج، ما كانش فيه معلومات كتيره واضحه، فتعمل سبيشالستين، اتعمل البي اي اس بيريودك اسيد شيف، ادت لنا المنظر ده. طب احنا ايه بقى احنا اللي شفناه هنا؟ لان احنا المفروض هنوصل لديفينيت دايجنوز. طبعا دي ات از نوت ليبروسي، عملنا اكسكلوجن للليبروسي لان الليبروسي احنا متوقع نشوف جرانيولوميتس انفلتريت اوبلونجد او لينجويتد جرانيولوما اراوند النيرف وغيره، كل ده مش باين، احنا اللي شايفينه في الاتش اند اي ما فيش فايندنج واضحه غير شويه سبيسنج بتوين الكولاجين باندل، ممكن يكون في سبستانس ماليه الفراغ ده. طبعا احنا شكينا كده ميوسينوزس، ف اتعمل سبيشال ستين البي اس، لقينا الميوسين ديفيوز انفلتريشن للميوسين بين الكولاجين باندل، فطبعا يبقى دي حاله ميوسينوزس. طب ويتش تايب اوف ميوسينوزس؟ لما نرجع تاني بايلاترال سيمتريكال موديوليشن بابيوليشن يبقى دي حاله الفايندنج بقى دي كلها اللي هي كلينيكال وباثولوجي، المفروض نوصل لفاينل دايجنوزس اللي هو البابيولار ميوسينوس. هو طبعا ده نوع من انواع الكوتينيوس ميوسينوسيس، في ميوسين ديبوزيشن في الديرمس، كلينيكالي بيتسمى بابيولار عشان هو بيبدا بابيول،
له كذا اسم، سكليرو ميكسيديما لان بيبقى معاه سكليروزس وده كان موجود في الحاله، او اللايكن ميكسيديماتوزس، كل دي اسامي لنفس الحاله. وناخد بالنا ان طبعا مش لازم عشان شويه هير لوس في الاي براوز او سيكنينج او ميديوليشن خلاص يبقى ده ليبروسي. هو ات از نوت ليبروسي في الهيستو باثولوجي، ولكن طلعت ميوسينوس. نبدا بقى نشوف الاسئله على الحاله. أول سؤال طبعا بيقول لنا describe the histopathological features of this condition، اللي هي أنت من خلالها شخصت إن ده ميوسينوس. طبعا الإبيديرمس overlying إبيديرمس في الغالب بيبقى normal، مفيش فيه أي تغيرات أو شوية stretching لما الليجن تكبر شوية، ولأن التغيرات كلها في الديرمس. في الديرمس بنلاقي تريات، هو ده اللي إحنا بنشخص بيه الكوتينيوس ميوسينوس بشكل عام. ثلاث حاجات بنلاقي الميوسين deposition، وفي الحالة بتاعتنا دي بيبقى ديفيوز ديبوزيشن في الديرمس كله، وبنقدر نشوفه بالسبيشال ستين زي البي اس في الحالة بتاعتنا، او الكولويد الايرن او الالشيوم بلو او غيره، او التولويدين بلو. كل دي حالات برضو بتصبغ الميوسين. بالاضافة لكده طبعا بيبقى فيه increased number و activity of fibroblast، لان هي دي اللي بتطلع الميوسين، وكمان increased collagen deposition. collagen deposition فدي الثلاثية بتاعتنا اللي احنا نقدر نشوف بيها الميوسينوس. طبعا لو رجعنا تاني للبيوبسي سبيشال ستين، طبعا البي اس ات از نوت يعني هايلي كاركترستيك، ولكن الالشيام بلو، الكولويدال ايرن، التولويدين بلو وهكذا، فكل دي صبغات بتصبغ الميوسين. بعد كده بيسألنا سؤال بيقول لنا وات از اندرلاينج اسوشيشن، يعني هل المرض ده معاه اندرلاينج اسوشيشن ولا لا؟ طبعا البابيولار ميسينوزس بالشكل اللي احنا شفناه ده اللي هو بايلاترال وسيمتريكال بيبقى معاه مشكلتين كبار قوي. اول مشكله ان هو بيبقى معاه جاموباسي، مونوكلونال جاموباسي او بارابروتينيميا، اللي هي بلازما سيل تيومر، ودي في الغالب بتبقى مونوكلونال يعني نوع واحد اللي هو الاي جي جي، وتحديدا بتبقى اللامدا تشين. لما نعمل لايت تشين اناليسيز بتبقى اللامدا تشين. يبقى دي أول حاجة إن معاها some sort of plasma cell tumors، ودي مشكلة خطيرة جدا هتستدعي مننا طبعا علاج. حاجة تانية إن النوع ده بيبقى معاه systemic affection للأسف، إن هو بيبقى generalized bilateral symmetrical، فممكن نلاقي معاه underlying system affection liver أو spleen أو heart أو غيره، وكل ده محتاج مننا evaluation. يبقى أنا هعمل evaluation للحاجتين دول، مش بس الجلد ولكن المالتيبل مايلوما والسيستميك افكشن. بيسألنا سؤال بعد كده وات ار ذا كلينيكال فاريانت اوف ذيس كونديشن. طبعا البابيولار ميسينوزس ده في منه شكلين كبار قوي. الشكل الجنرالايزد سكليرودرمويد ده اللي هو بيبقى بايلاترال وسيمتريكال زي الحاله بتاعتنا، ومعاه اندرلاينج بارابروتينيميا، ومعاه سيستميك افكشن زي ما قلنا، وفي سكليروزس شفناه كلينيكال في الحاله. فده النوع اللي هو اسمه الجنراليزد فورم، او اللي اسمه سكليروديرمويد اند جنراليزد لايكن ميكسوديماتوز. في حالات اخرى ما بتبقاش بايلاترال وسيمتريكال، ما حاش سكليروزس كتير، ودي بتبقى احسن لاني لا معاها سيستم ولا معاها بارابروتينيميا، يعني كل الحاجات دي بتبقى مش موجوده. There is no systemic affection, no parabrotinemia. الحاله كمان مش بايلاترال وسيمتريكال، فدي بيسموها اللوكالايزد فاريانت، ودي بتبقى مجرد سكين فقط، يعني سكين ليجن في السكين في نوديول بابيول تطلع فيها ميوسين وخلاص. وطبعا دي بيتر بروجنوزس، لكن دي مش الحاله بتاعتنا، لان الحاله بتاعتنا بايلاترال وسيمتريكال ومعاها سكليروزس كلينيكال، فدي حته مهمه جدا جدا. طيب اعتقد اخر سؤال بقى بيسالنا يقول لنا وات ار ذا ثيرابيوتيك اوبشنز اوف ذيس كونديشن، يعني احنا ايه ممكن نعالج الحاله دي ازاي. زي ما قلنا احنا لازم ناخد بالنا ان في underlying بلازما سيل تيومر، وفي كمان سيستميك افكشن، فكل ده لازم يتعمل عليه شيك ويتشخص ويبدا ياخد العلاج بتاعه، وبعدين نشوف السكيل ليجن. فاحنا اهم حاجه المالتيبل مايلوما دي اللي هي الاندرلاينج بلازما سيل تيومر دي لازم تتعالج بكيموثيرابي، او الفاينل تريتمنت او الكيوراتيف تريتمنت في الاخر هو البومار ترانسبلانت اذا كان امكن،
اللي هو الاوتوليجاس هيماتوبيوتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. يبقى احنا هنا المالتيبل مايلوما اللي هي الاندرلاينج بلازما سيل تيومر ده، يا اما كيموثيرابي يا اما بون مارو ترانسبلانتيشن. بعد كده بقى بنحاول نعالج الميسونز اللي في الجلد وفي السيستم على حسب، لو انا الحاله بتاعتي على مستوى الجلد بس يبقى كنا هنشتغل حاجات يعني موضوعيه بس، توبيكال انتراجينال ستيرويد، ديرمابريجن، الكلام ده كله. ولكن هي لو لقينا معاها سيستم هنضطر طبعا نستخدم سيستميك تريتمنت، ستيرويد، فوتوثيرابي، هاي بي اي جي وهكذا. والاي بي اي جي من الحاجات اللي هي تعتبر هاي ايفيدنس في علاج السيستميك ميوسيوم. فده كده يبقى عملنا اوفر فيو لحاله بابيولار ميوسينوز. نبدأ بقى نشوف دلوقتي الحالة رقم 2 النهاردة، وهنمشي برضو بنفس الطريقة. هنا بيقول لنا 42 year old male farmer. عندنا هنا معلومتين، ان هو male patient وان هو شغال farmer. وطبعا الفارمر ده ممكن يدينا هنت عن اللي هو مثلا بيتعرض ل sun exposure، ده وارد، ممكن تروما او حاجات بعض الانفكشنز اللي ريليتد للفارمنج براكتس، كل ده وارد. فدي نحطها في الاعتبار في الاول كده ان دي مهمه في الهيستوري. بريزنتد بيه برضو اريسيميتاس نوديول زي ما احنا شايفين على الفيس كده، نوديوليشن على الفيس. وبيقول لنا ان الاي براو ابتدت كمان فولينج اوف، تقع زي الحاله اللي فاتت. وبرضه مخك هيروح على طول لي ان ده ليبروسي، ليبرومتاس ليبروسي ادي نوديول. ولكن طبعا في ديفرنشال كتير، نفس الديفرنشال تقريبا، يمكن الحالتين قريبين من بعض، ان في فيشيال اريسيميتاس نوديولز. والكلام ده اديله 6 شهور، هاف اير. وبعدين بيقول كمان ان في نوديول تانية انتشرت في الوش واللمس والترانك والكلام ده كله. هنا الصورة اهو، جايبة لنا النوديوليشن في الفيس، نوديول في الاطراف، في الني، في الترانك بابيولز وهكذا. وبيأكد تاني ان في loss of outer one third of the eyebrows. طبعا هنا نفس الديفرنشال بتاع المرة اللي فاتت، ان احنا نفكر طبعا في الليبروسي، نفكر في الميوسينوزس بقى خلاص اهو، نفكر في الانفلتريشن بشكل عام، الساركويد او غيره. وان كان ناخد بالنا من اللون هنا بيلمع شويه، اللون اللي بيقولوا عليه كبري كده اللي بيلمع ده، ممكن يوجهنا شويه ناحيه الليبروسي، ولكن كل الديفرنشال ده موجود. الحاله هنا عملنا بايوبسي على طول، لقينا ان في زي ما احنا شايفين كده كولكشنز اوف سيلز، كولكشنز اوف سيلز. السيلز دي طلعت الماكروفاج هيستيوسايت، في بعض الخلايا فومي، وكمان الليمفوسايت. طبعا ده ديسكريبشن لايه؟ دي ديسكريبشن ل جرانيولوما، جاينت سيل وفوم سيل. فوم سيل دي مهمة جدا، فوم سيل يعني فيها ليبت، وده قد يكون بسبب زاتسوما مثلا، او قد يكون بسبب الليبروسي عشان الليبت اللي موجود في السيل وول بتاع البكتيريا. فهنا لما نيجي نجمع المعلومات دي كلها مع بعض، انا عندي بابيولونوديول في الفيس والترانك، لونها شوية كبري، الفارمر ربما يكون ده من الريسك جروب، لوس اوف اي براوز، الهيستوباثولوجي ماشي مع جرانيولوماتس انفلتريت. فكل ده في الاخر بيقول لنا وات از يور دايجنوزس. يبقى هنا الاقرب انه يكون ليبروميتس ليبروسي، دي حاله ليبروسي طبعا، ليبروميتس ليبروسي. طبعا الاحتمالات الاخرى قائمه، لكن الميوسي ما كانش هيبقى كده. لو هي سبكيدوز لا، هتبقى الجرانيلوما ما فيهاش ليمفوسايت، ما فيهاش فومي هيستيوسايت، تبقى ابر ولور ديرمس يعني واخده الديرمس كله وهكذا. فباي اكسكلوجن هتبقى دي حاله ليبروسي. ولكن طبعا احنا محتاجين كونفيرميشن، هنعمل اذر انفستيجيشن دلوقتي تو كونفيرم الدايجنوزس بالاضافه للبايوبسي كمان. فهنبدا نشوف الاسئله. اول سؤال بيقول لنا خلاص لو افترضنا ان دي ليبروسي، وات از ذا كوست اوف اورجانيزم. طبعا الليبروسي ده مايكوبكتيريال انفكشن كولد باي المايكوبكتيريوم ليبري او الليبرا باسيلاي. Describe the way of infection of this condition، يعني العدوى بتيجي ازاي. طبعا الليبروسي mainly بيبقى droplet infection عن طريق النيزل او الاورال ديسشارج، وده طبعا بيحصل مع حالات الليبروميتس او الحالات اللي احنا بنقول عليها open case، اللي بيبقى عندها ديسشارج تكون هي اوريدي حصل دامج للنيزل ميوكوزا والاورال ميوكوزا،
والأورجانيزم بتطلع في الدسشارج ده. هنا بقى زي ما قلنا احنا عايزين يعني خلاص إلى حد كبير احنا مع الليبروسي، ولكن عشان نكونفيرم الدياجنوز بتاعنا في الهيستوباثولوجي لازم نعمل حاجة. احنا طبعا شفنا الهيستوباثولوجي اتس جرانيلوما باي اكسكلوجن كده، استبعدنا الساركويدال جرانيلوما، ايفن كمان التوبركلويد جرانيلوما اللي معاها كازيشن نيكروزس ألساريشن في الأبر في الإبيديرمس وهكذا. ولكن تو كونفيرم لازم طبعا يبقى في سبيشال ستين ونشوف الأورجانيزم بتاعنا. طبعا في الحالة دي بيسألنا على السبيشال ستين بتاعت الليبروسي اللي هي إيه؟ اللي هي الموديفايد زيل نيلسون أو الفايت ستين. بنبدأ بقى نشوف الليبرا باسيلاي زي ما احنا شايفين لونها بينك، وبتبقى باسيلاي سلندر ثين باسيلاي، تبقى موجودة في كولكشنز. الكولكشن دي ممكن تبقى انتراسيلولار جوه الماكروفاج او بره كمان في الديرمس. فطبعا ده خلاص بيبقى كونفيرماتوري بالنسبه لنا، ولكن برضو بيقول لنا وات انفستيجيشن دو يو ريكومند فور ذيس كيس، يعني ممكن اذر انفستيجيشن كمان لو انا عايز اتاكد تماما. طبعا ممكن نعمل سليت سكين سمير. سليت سكين سمير ده يعني البيوبسي يغني عنه في الحاله دي لانه بوزيتيف، ولكن ممكن يتعمل. هنلاقي برضو الباسيلاي ونقدر نشوف عددها وشكلها ونعمل بكتيريولوجيكال اندكس ومورفولوجيكال اندكس. وطبعا الديفينيت دايجنوزس هو ايه؟ هو البي سي ار. ذا ديفينيت دايجنوزس از بي سي ار. هيبدأ بعد كده يسألنا شوية أسئلة على الحالة. السؤال اللي بعد كده وات ار ذا ثيرابيوتيك اوبشنز اوف ذيس كونديشن، ازاي نعالج الحالة دي، حالة البرومتاس ليبروسي. طبعا احنا عندنا الحمد لله العلاج ستاندرد وموحد اللي هو ال WHO مالتي دراج ثيرابي. مالتي دراج ثيرابي يعني احنا عندنا كذا دواء بنستخدمهم في العلاج مع بعض، وده علشان نقلل الريزيستنس ونزود الافيكاسي. ال WHO قسمت الليبروسي لثلاث مجموعات، لو هو سنجل ليجن، لو هو بوسي باسيلاري اللي هو 2 تو 5 سكيل ليجنز، او لو هي مالتي باسيلاري اكتر من 5 سكيل ليجن. عندنا الثلاث مجموعات دول. فاحنا طبعا لازم في الاول نعرف الحاله بتاعتنا. لو رجعنا للحاله بتاعتنا هي كانت بالتاكيد هي البروميتس، وبلغه ال WHO هي مالتي باسيلاري لان احنا عندنا اكتر من 5 ليجن بالتاكيد. فاحنا هنقول العلاج ونشوف صورته دلوقتي، نشوف الصور بتاعت الادويه دي لانها ستاندرد. طبعا البوسي باسيلاري اللي هو سنجل ليجن ده بياخد ريجيمين سنجل دوز اوف روم ريفامبسين وافلوكساسين ومينوسايكلين سنجل دوز، فده مش موضوعنا. لو الحاله بقى بوسي او مالتي باسيلاري يعني تو ليجنز اب تو مور ذان 5، دي الحاله بتاعتنا احنا ليه اكتر من 5، بنلاقي عندنا علاج مانسلي سوبرفايزد يعني بيتاخد في المستشفى. لو هو بوسي باسيلاري بياخد ريفامبسين 600، والمالتي بياخد زي 600 برضه، بنزود الكلوفازيمين بياخد 300، يبقى بنزود حاجه اهو. بعد كده في البيت كل يوم سيلف ادمنسترد، يعني هو بياخد العلاج لوحده في البيت كل يوم، بياخد دابسون 100 في حاله البوسي. في حاله المالتي اللي هي الحاله بتاعتنا بياخد دابسون وكلوفازيمين كمان، بياخد ده 100 وياخد ده 50. الفرق بعد كده يعني عدد الادويه طبعا اكتر زي ما احنا شايفين في المالتي. الفرق في الديوريشن اوف تريتمنت والديوريشن اوف فولو اب، يعني البوسي ريكومندد 6 مانثس، لكن المالتي ممكن نقعد سنه او سنتين علاج. الفولو اب في حالات البوسي سنتين، في حالات المالتي 5 سنين. طبعا ده مهم جدا جدا جدا. والمالتي دراج ثيرابي بيبقى خلاص ستاندرد زي ما انتم شايفين كده، بيبقى احنا عندنا الباكج كده اهو. لو بصينا مثلا دي بتاع البوسي، بيبقى في فوق لو بصينا كده كويس هنلاقي فوق في كبسولتين ريفامبسين كل واحده 300 اهو مكتوب ورا، ريفامبسين 300 وريفامبسين 300 وقرص الدابسون ال 100. دول اللي بيتاخدوا اول يوم في العلاج دي 1، ودي اللي بيبقوا سوبرفايزد. سوبرفايزد يعني هياخدهم في المستشفى، وبعد كده في البيت يكمل الشريط ده من اليوم التاني اهو. طبعا اليوم الاول مش موجود لان هو اخده في المستشفى اهو. بعد كده اليوم التاني الدابسون، اليوم التالت الرابع لحد ما يخلص اهو زي ما انتم شايفين، اليوم التاني اليوم التالت ويكمل كده لحد 28 يوم خلص.
بعد كده ياخد شريط غيره وهكذا. ده اللي اسمه مالتي دراج ثيرابي كومباينيشن، ده بتاع البوسي باسيليوس. بوسي باسيليوس طبعا دي جرعه الادلت، الاطفال بتبقى جرعه اقل شويه. طبعا في باكج اكبر للمالتي، المالتي طبعا بياخد ادويه اكتر، هياخد نفس الاثنين الريفامبسين بتوعنا هم ال 600 زيه بالظبط اهو، ريفامبسين 600، وهياخد كمان الدابسون ال 100 هنلاقيها برده موجوده اهو الدابسون. هنزود له ايه؟ ده ما قلنا هنزود الكلوفازيمين اللي هو 100 مللي جرام 3، يبقى بياخد 300، دي الزياده اهو، وده اليوم الاول. بعد كده لما يروح البيت خلاص، اليوم الاول قلنا مش موجود، اليوم الثاني بياخد حاجتين بقى، هياخد الدابسون اهو، وهياخد كمان الكلوفازيمين، هياخد الدابسون 100 والكلوفازيمين 50، يقعد ماشي عليهم هنا طبعا، هنا فترة أطول زي ما اتفقنا، لأن المالتي باسيلري هياخد كمية أكبر وفترة أطول في العلاج كمان، وفترة أطول في الفولو. طبعا ده موجود هنا أهو، ده البوسي باسيلري وده المالتي باسيلري بتوع الأدلت، والكلام اللي احنا قلناه مكتوب أهو. هنلاقي بقى للأطفال، أطفال بيفرق بس في الجرعة، يعني إيه؟ يعني هي نفس الأدوية، الريفامبسين والدابسون، او الريفامبسين والدابسون والكلوفازيمين، ولكن الفرق فقط في الجرعه. فنلاقي مثلا في الاطفال بدل ما بياخد الريفامبسين 600 هياخد الريفامبسين 450 جرعه اقل، وبدل الدابسون 100 هنخليها دابسون 50 وهكذا. ده الاختلاف الوحيد يعني. بعد كده بيقول اللي هو المالتي باسيلري برضه نفس الادويه، ولكن الجرعات بياخد برضو الريفامبسين 450 والكلوفازيمين يبقى 150 بس، وبعد كده الدابسون يبقى 50 عادي خالص. يبقى إذن الاختلاف هو في الجرعة، ولكن نفس الأدوية ونفس الريجيمين ماشيين عليه. آخر سؤال تقريبا في الحالة دي بيقول لنا، طيب البيشنت اللي احنا شفناه ده، طبعا ده مالتي باسيلري ادلت، فادينا له الباكج بتاعته. 1 month after starting treatment, the patient that developed a fever, malaise, and ulceration of some skin lesions. يعني هو ابتدى يشتكي من fever, weakness, signs of inflammation, وبعد الليجن ابتدى يحصل لها ulceration. ايه بقى اللي حصل ده؟ What is your diagnosis? And how can you manage this condition? يبقى انا هنا عندي سؤالين، ايه اللي حصل ده؟ وازاي نعمل له management؟ طبعا اللي حصل ده حاجة مشهورة جدا اسمها ليبرا رياكشن، وده بيحصل مع التريتمنت، افكتيف تريتمنت ممكن يحصل رياكشن، ولكن لازم نبص كويس في الهيستوري. هو قال ان في فيفر سيستميك مانيفستيشن، في ألسريشن، فكل ده بيشير الى انه تايب 2 رياكشن اللي هو الفاسكولايتس، اللي هو احنا بنسميه اريسيما نودوزم ليبروزم. يبقى ده التشخيص بتاعنا. طبعا الرياكشن ده علامة كويسة ان في افكتيف تريتمنت، وان كان طبعا في سيمتوم زي ما احنا شايفين كده. طب ايه الحل؟ الحل بندي انتي انفلاماتوري، وقبل كده نيفر ان احنا ستوب تريتمنت، يعني نيفر ان احنا نستوب التريتمنت، دي تبقى غلطة كبيرة، لازم يكمل العلاج بتاعه. وبياخد الانتي انفلاماتوري في تايب 2 الساليدومايد او السالكس، هو ده اللي ايه الدراج اوف شويس، 400 مللي جرام ديلي. ما كانش ندي ستيرويد بجرعة كبيرة شوية، 80 مللي جرام بريدنيزون ديلي، لحد ما يحصل امبروفمنت في خلال اسبوعين ثلاثة اربعة، وكده كده مكمل العلاج بتاعه. دي اسمها الليبرا رياكشن تايب 2 او الاريسيما نودوزم ليبروزم. وكده بخلصنا المحاضرة بتاعتنا النهاردة، وان شاء الله نكمل باقي المحاضرات في محاضرات بعد كده جاية إن شاء الله.